السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أهم أخبار اليوم، بعدما أن تم اتهام اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي بالاغتصاب من طرف فتاة فرنسية من أصل جزائري، اليوم ورسميا استجوب المدعون العامون اللاعب المغربي أشرف حكيمي في 2 مارس، حسب ما أفاد مكتب المدعي العام في نانتير. والمشتكية هي امرأة تبلغ من العمر 24 سنة، تزعم تعرضها للاغتصاب في يوم 25 فبراير الماضي في منزل حكيمي الذي يقع في ضواحي مدينة باريس. وحسب ما قالته المشتكية أنها زارته في بيته بعد أن أرسل لها سيارة أجرة لكي تأتي بها إلى منزله قبل أن ينتهي اللقاء بينهما بمحاولة اغتصابها. ومن أهم ما أثار الجدل في كلام الشابة الفرنسية هو أنها قاومته ولم تسمح له بلمسها قبل أن تفر هاربة منه وتلجأ إلى إحدى صديقاتها، مما جعل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي يسخرون من كلامها، بحيث استطاعت الهرب من واحد من أهم الرياضيين وأسرع ظهير أيمن في العالم. ورجح الكثيرون ما حصل أن الأمر مجرد مؤامرة لتشويه صورة الشخصيات الناجحة والتي تمثل المغاربة في الخارج. ومن الجدير بالذكر أنه في السنين الأخيرة الكثير من المشاهير تعرضوا لاتهامات باطلة في فرنسا، ومن أهمهم اللاعب البرازيلي نيمار وزميل حكيمي في باريس سان جيرمان، وهو الآخر عصفت به تهمة اغتصاب فتاة تشتغل عارضة أزياء داخل فندق بالعاصمة الفرنسية، قبل أن تتم تبرئته من ذلك بعد أن كشف نيمار أدلة ورسائل نصية تثبت براءته.